Hallo liebe Leute, ich bin Mido Eats und heute haben wir ein neues Rezept für den Euro 2021. Das Rezept von heute ist ein Kartoffelpuffer aus Deutschland. Hey, den von Götze! Mario Götze for Germany! All the champions of the world! أول حاجة هنعملها للغايب كوخن أو المعروف بالكاتوفلبوفر هي إن إحنا هنبشر البطاطس. بعد ما بشرنا البطاطس كلها عايزين نتأكد إن هي ما فيهاش مية خالص، فهنعصرها عشان تنزل ميتها كلها من المصفى. عشان نتأكد إن هي نشفت خالص هنطلعها على ورق مناديل كمان وننشفها كويس كويس جدا جدا. احنا نشفنا البطاطس كويس جدا والخطوه دي مهمه قوي علشان البطاطس تبقى كريسبي من بره، لان هي دي في الاخر هتبقى عامله زي البان كيك او الهاش براون، فلازم تبقى عشان تبقى كريسبي وتاخد لون حلو لازم نشفها خالص من ميتها. شويه ملح وشويه فلفل ورشه خفيفه قوي جوزة الطيب. اخر حاجه هنحط بيضه ونقلب كل ده بقى كويس مع بعضه. ألمانيا هي تاني دولة كسبت اليورو 3 مرات، ودول أكتر دولتين كسبوها ألمانيا وأسبانيا، وده غير إنه ألمانيا أكتر بلد شاركت في اليورو، ودي المرة 13 اللي هي بتخش فيها اليورو. الكاتوفل بوفا عادة بيتحمر في زيت فقط، بس النهاردة أنا هحط له شوية زبدة علشان أنا عايز لون أحلى. أول ما الزبدة بتاعتنا تسيح هنبتدي نشكل الكاتوفل بوفا على شكل كور صغيرة ونحمرها في الزيت. بعد 5 دقايق على الناحية التانية بيكون الكاتوفل بوفا بتاعنا خلص. هنطلعه بقى ايه على مناديل كده بس عشان نصفيه من الزيت. وبكده نبقى خلصنا الكاتوفل بوفا بتاعنا. هو عادة في ألمانيا بيتقدم مع حاجة اسمها أبل موس اللي هي الأبل صوص، بس النهاردة احنا هنقدمه بطريقة بسيطة مع الساور كريم. جوتن أبتيت.